نادي ليفربول الإنجليزي تم تأسيسه بتاريخ 15 مارس 1892 بمدينة ليفربول في إقليم الميرسي سايد بإنجلترا على يد رجل الأعمال الإنجليزي جون هولدينج. الفريق مشهور بألوانه الحمراء، وعلشان كده بيسموه الإنجليز The Reds، أو زي ما بنقول إحنا الريدز. حصل النادي على 13 لقب على مستوى القارة الأوروبية، وبكده يبقى فاز بألقاب أوروبية أكتر من أي نادي إنجليزي تاني، فهو حقق لقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات آخرها عام 2019، وفاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي 3 مرات، وفاز كمان بلقب كأس السوبر الأوروبي 4 مرات. أما محليا، ليفربول هو تاني أكتر الأندية الإنجليزية في الفوز بلقب الدوري ب 18 بطولة بعد مانشستر يونايتد اللي أخدها 20 مرة، وكمان ليفربول أخد بطولة دوري لانكشاير واحدة في عام 1892 وفاز بلقب الدوري الدرجة الثانية 4 مرات. أما على مستوى الكؤوس، فحصل الفريق على 15 لقب في درع الاتحاد الإنجليزي، و7 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و8 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية، وبالتالي يبقى مجموع بطولاته المحلية حوالي 54 لقب. بعد تأسيس النادي في عام 1892 شارك في دوري كرة القدم في السنة اللي بعدها على طول، وتعتبر الفترة الأكثر نجاح لليفربول في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي تحت قيادة الأسطورتين بيل شانكلي وبوب بيزلي، واللي حققوا للنادي 11 لقب دوري و7 كؤوس أوروبية. النادي بيلعب كل مبارياته الرسمية في ملعب الأنفيلد، واللي بيتسع لحضور 54,074 متفرج. جماهير النادي كانت طرف في كارثتين. الأولى كانت كارثة ملعب هيسل في عام 1985 لما انهار جدار تحت ضغط الجماهير الهربانة في الملعب نتيجة لأعمال شغب قبل بداية مباراة نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة بين نادي ليفربول الإنجليزي ونادي يوفنتوس الإيطالي، واللي تسببت في وفاة 39 شخص وإصابة 600 شخص آخر. أما الثانية فكانت كارثة هيلزبرا في عام 1989 في ملعب هيلزبرا، ملعب نادي تشيفيلد وينزداي، خلال مباراة بين نوتنغهام فورست ونادي ليفربول ضمن الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واللي تسببت في وفاة 96 شخص وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين. لو رجعنا بالزمن شوية لورا هنلاقي إن النادي تأسس بعد خلاف بين إدارة نادي إيفرتون ومالك أرض الأنفيلد جون هولدينج. بعد 8 سنين في الملعب وعليه راح نادي إيفرتون لملعب الجودسين بارك في سنة 1892، وأسس جون هولدينج نادي ليفربول علشان يلعب على أرض الأنفيلد. في البداية سمى النادي نادي إيفرتون لكرة القدم والأراضي الرياضية المحدودة، أو إيفرتون الرياضي كاختصار، وبعد كده تغير اسم النادي لليفربول لكرة القدم بعد رفض اتحاد كرة القدم الاعتراف باسم إيفرتون. الفريق فاز بدوري لانكشير في أول موسم، وانضم لدوري كرة القدم الدرجة الثانية في موسم 1893-94، وبالتالي صعد للدرجة الأولى وفاز بيها في 1901 ومرة تانية في 1906. وصل ليفربول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في 1914 وخسر 1-0 من نادي بيرنلي، وبعدها فاز ليفربول ببطولة الدوري سنتين على التوالي في 1922 و1923، بس ما كسبش أي بطولة تانية لحد موسم 46-47 لما فاز النادي ببطولة دوري الدرجة الأولى للمرة الخامسة تحت قيادة لاعب وستهام السابق جورج كاي. وتعرض ليفربول لخسارة تانية في نهائي كأس الاتحاد في 1950 من نادي أرسنال، وهبط النادي للدرجة التانية في موسم 1953-1954. وبعد فترة صغيرة خسر ليفربول من نادي وورستر سيتي، نادي صغير بملعبش حتى في دوري المحترفين، وده كان في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وعليه تم تعيين بيل شانكلي مدرب، وهنا بدأ تاريخ ليفربول الحقيقي. أول ما وصل شانكلي سرح 24 لاعب وحول غرفة تخزين أحذية في الأنفيلد لغرفة بيتجمع فيها مع المدربين علشان يتناقشوا في الاستراتيجية المتبعة للفريق. كان أعضاء فريق شانكلي هما جوي فاجن وروبن بينيت وبوب بيزلي علشان يشكلوا أقوى فريق في إنجلترا. وبالفعل صعد النادي للدرجة الأولى مرة تانية سنة 62 وفاز بالدوري في 64 لأول مرة من 17 سنة، وفي سنة 65 فاز النادي بكأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة وأخيرا، وفي سنة 66 فاز النادي بالدوري تاني بس للأسف خسر من بروسيا دورتموند في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي للأندية أبطال الكؤوس، وبعد كده فاز النادي بالدوري وكأس الاتحاد الأوروبي في موسم 72-73 وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم اللي بعده. وبعدها اعتزل شانكلي التدريب بعد سنوات مبهرة قضاها مع النادي، وحل محله مساعده بوب بيزلي الأسطورة التانية لليفربول. وفي سنة 76 موسم بيزلي التاني كمدرب فاز ليفربول بثنائية الدوري وكأس الاتحاد الأوروبي مرة تانية،
وفي الموسم اللي بعده حافظ النادي على الدوري وفاز بكأس أوروبا لأول مرة، لكن خسر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سنة 77. ليفربول احتفظ بلقب كأس أوروبا في 78 والدرجة الأولى في 79، وخلال موسم بيزلي التاسع كمدرب كان ليفربول فاز ب 21 بطولة، وهي 3 كؤوس أوروبا، بطولة كأس اتحاد أوروبي، 6 بطولات دوري، و3 بطولات كأس الرابطة متتالية، وكانت البطولة المحلية الوحيدة اللي مقدرش يفوز بيها هي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. اعتزل بيزلي التدريب في سنة 83 وحل محله مساعده جو فاجن. ليفربول فاز بالدوري وكأس الرابطة وكأس أوروبا في موسم فاجن الأول، وبالتالي أصبح أول نادي إنجليزي يفوز بثلاث بطولات في موسم واحد. ليفربول وصل لنهائي كأس أوروبا مرة تانية في 85 ضد يوفنتوس في ملعب هيزل، وقبل بداية المباراة جماهير ليفربول كسرت السياج الفاصل بين جماهير الناديين واتهموا جماهير يوفنتوس بده. الوزن الناتج من الناس تسبب في انهيار الجدار، واللي تسبب في قتل 39 من الجماهير معظمهم إيطاليين، والحادثة اتشهرت بكارثة ملعب هيزل، والمباراة لعبت رغم احتجاجات مدرب الفريقين، وخسر ليفربول بنتيجة 1-0. كنتيجة للحادثة المأساوية دي اتحرمت الأندية الإنجليزية من المشاركة الأوروبية لخمس سنين، وحصل ليفربول على منع لعشر سنين، بس تخفف الحكم بعدها لست سنين بس. ونتيجة للحادثة 14 من جماهير ليفربول تم إدانتهم بالقتل غير المتعمد. وبعد اعتزال فاجن التدريب تم تعيين ثالث أساطير النادي كيني دالجلش كلاعب ومدرب. خلال الفترة دي الفريق فاز بثلاث ألقاب دوري وكاسين اتحاد، منها ثنائية كأس الاتحاد وكأس الرابطة في موسم 85-86. ليفربول كان طرف في نهاية الدوري الأكثر إثارة موسم 88-89، واللي فيه أنهى ليفربول الموسم متساوي مع نادي أرسنال بعدد النقط وفارق الأهداف كمان، بس خسر اللقب بمجموع الأهداف اللي سجلها أرسنال، وكان الهدف الأخير الحاسم لأرسنال في آخر دقيقة من الموسم. دالجلش قدم استقالته عام 91 وحل محله اللاعب السابق جرايم سونس، ومعاه ليفربول فاز بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سنة 92، بس أداء الفريق في الدوري كان في تراجع وحصل على المركز السادس مرتين متتاليتين، وبالتالي تم إقالته في 94. روي إيفنز حل محل سونس وفاز ليفربول بنهائي كأس الرابطة في 95، ولكن المركز الثالث كان أفضل مركز وصله الفريق، وده سنة 96 و98. بعد كده تم تعيين جيرارد أوليه في نوفمبر 98 بعد استقالة إيفنز. في 2001 تاني موسم كامل لأوليه فاز ليفربول بالثلاثية كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس إنجلترا، بس للأسف المدرب خضع لعملية جراحية في القلب خلال موسم 2001-2002، وليفربول أنهى الموسم ده تاني في الدوري بعد أرسنال، وفاز الفريق بكأس الرابطة في 2003 لكن فشل في المنافسة على أي لقب في الموسمين اللي بعده. وفي نهاية موسم 2003-2004 تم تعيين الإسباني رافائيل بينيتيز مكان أوليه، ورغم أنه أنهى الموسم في المركز الخامس ليفربول فاز بدوري أبطال أوروبا 2004-2005 بعد فوزه على ميلان 3-2 في الركلات الترجيحية في ملحمة إسطنبول اللي انتهى وقتها الأساسي بنتيجة 3-3. في الموسم اللي بعده ليفربول أنهى في المركز الثالث في الدوري وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وفي موسم 2007 النادي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا بس خسر النهائي، وفي موسم 2008-2009 ليفربول حصل على 86 نقطة، أعلى عدد نقط جمعه النادي في البريمير ليج وقتها، وأنهى تاني بعد مانشستر يونايتد. وفي موسم 2009-2010 ليفربول حصل على المركز السابع وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وبالتالي بينيتيز ساب النادي بالتراضي وحل محله مدرب نادي فولهام روي هوتشسون. وفي بداية موسم 2010-2011 ليفربول كان على وشك الإفلاس، ودائن النادي طلبوا من المحكمة العليا السماح ببيع النادي على عكس رغبات هيكس وجيلت الملاك. تم قبول عرض جون دبليو هنري مالك بوستون ريد سوكس ومجموعة فين واي الرياضية، وحصل على ملكية النادي في أكتوبر 2010. تواضع نتائج في بداية الموسم أدى لرحيل هوتسون عن النادي بالتراضي، وجه مكانه الأسطورة كيني دالجلش مرة تانية، وللأسف ما نجحش مع النادي، فالفريق أنهى موسم 2011-2012 في المركز الثامن كأسوأ مركز للفريق في 18 سنة، وبالتالي أقيل دالجلش. بعد إقالة دالجلش جه مكانه بريندن روجرز. في موسم روجرز الأول أنهى ليفربول الدوري في المركز السابع ووصل لدور الـ 32 في دوري أبطال أوروبا، وفي موسم 2013-2014 كان ليفربول طرف في منافسة على لقب الدوري رغم عدم ترشيحه بتاتا، وأنهى الموسم تاني بعد البطل مانشستر سيتي، وكان عدد أهداف الفريق سنتها 101 هدف.
ولكن لسوء النتائج في بداية موسم 2014-15 تم إقالة روجرز وتم تعيين المدرب الألماني يورجن كلوب. على مدى 5 سنين قدر المدرب الألماني يورجن كلوب أن يكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي، فالمدرب الألماني استلم فريق ليه تاريخ حافل بالإنجازات بس بعيد عن البطولات من سنين طويلة. وبعد فترة من العمل الشاق نجح كلوب أخيرا في إعادة الريدز لمنصات التتويج. فليفربول كان قريب جدا في الموسم اللي فات من التتويج بلقب دوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة من 29 سنة، لكنه فشل في النهاية بفرق نقطة واحدة عن فريق مانشستر سيتي اللي أحرز اللقب برصيد 98 نقطة. ولكن في نفس الموسم قدر كلوب يحقق دوري الأبطال للمرة السادسة وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي. وحاليا موسم 19-20 الفريق قريب جدا من العودة للفوز بلقب البطولة المحلية بعد غياب 30 سنة عن منصات التتويج.